تقول: ما هي الأساليب التي أستخدمها في نصح والدي، وذلك لتعليمهم الأمور الشرعية وأحكام الدين حتى يتمكنوا من تطبيقها؟ جزاكم الله خيرا. الأساليب: أولا الحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب والرفق بهما، وثانيا تعليمهما أمور الدين شيئا فشيئا، ويبدأ بالأهم الأهم من أمور الدين، وثالثا أن يحرص على الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الثابت في القرآن من الأمور التي تعلمهما لوالديك أو لغيرهما، تحري الصواب والثابت. نعم.